ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جمعة، جمعة مباركة إن شاء الله على الجميع بإذن الله تعالى. صباح الخير. بعد الإحماء بينقسم الفريق قسمين، هذا يروح يوم مساعد مدرب فريق 5-5، وهنا يروحون 5-5 ضد ويوم مساعد مدرب، ويكون مدرب المنتصف يراقب. لماذا نعطي للمساعدين فعاليات تدريبية بوجود المدرب فقط كمراقب؟ لأن المساعدين يجب أن يصل صوتهم إلى اللاعبين، يجب أن تصل ما يعرف بأفكارهم إلى اللاعبين، يجب أن اللاعبين يصير كوميونيكيشن بينهم وبين المساعدين أكثر. يعني المدربين يحرمون المساعدين من الفعاليات التدريبية اللي على هذه الشاكلة أمامك راح أشرحها، لكن المدرب الذكي، وأنا شفت أحد مدرب يعني هو تقريبا كان من المدربين الأوائل بالعالم، دائما هو مراقب والمساعدين يدربون لكن تحت رقابته، وأكيد هم متدربين على هذه الفعاليات. فالمساعدين لهم حقوق التدريب، المساعدين ليسوا ظل المدرب وإنما مساعدين المدرب. مو المدرب تجده في إحدى زوايا الساعة والمساعد معه، تجده بمنطق جزاء المساعد، لا. المدرب الذكي هو اللي يكلف المساعدين. طبعا الجهاز الفني كثير في هذه الأيام، ما يقل عن 5-4 في أندية، في مدربين متخصصين بالدفاع بالهجوم وهكذا، يعني احنا بعدنا متأخرين شوية. ولذلك أنا أقول أنه أعطي المساعد والمدرب، وأعطي المدرب اللياقة البدنية حقوقهم التدريبية، لأن المدرب المساعد يتطور من يتدرب، والمدرب المساعد يكون بديل جيد للمدرب الأول فيما إذا اكتسب خبرات التدريب مع الفريق وتم إعفاء المدرب لخسارة، لخسارتين، لعدم توفيق. هذه عادية في كرة القدم، يعني مو كل مدرب يعني يخرج من الفريق أنه مدرب مو زين، لا لا لا. في كرة القدم من يقرر مصير المباراة اللاعبين أكثر من المدرب. المدرب هو عامل، مساعد أول، يختار اللاعبين صحيح، يدرب صحيح، يضعهم بالمراكز صحيح، لكن أكو شيء مهم ليس بيد المدرب وهو الفرص. الفرص، في لاعب اسمه هالاند، H-A-A-Land، هالاند اللاعب الأشقر اللي رابط رأسه بالسيتي، هذا لاعب ما يضيع فرصة. يعني لو عدنا احنا في اي بلد عربي مثل هذا اللاعب، منتخباتنا، اسمع كلامي، منتخباتنا كلها تكون زينة، لان هو عدم ضياع الفرصة باللعب هو اللي يقرر نتائجك في كثير من الاحيان، لان الفرص تكاد تكون متساوية بين الفريقين في مناطقنا، تكاد انا اقول تكون متساوية. فاذا ضعت فرصة فرصتين، وهو معدل الأهداف كرة القدم معدل، أتكلم يصير نتائج 5-0، معدل أهداف أعلى نسبة 3-2، يعني 3-1 كذا المعدل، وتيجي وياها 1-1 و2-2 و2-1 و1-0 كذا، وبعض الاستثناءات تجي 4-5-6، ما تكون فروقات كبيرة. هالاند أنا راح أضع لكم 50 هدف سجلها لسيتي إن شاء الله أضعها، وراقبوا اللاعب، هذا عجيب. يعني هذا اللي يطلق عليه اسم قناص، قناص حقيقي ولاعب جيد. واللاعبين في كل العالم العربي عليهم أن يشوفون هذا اللاعب، خصوصا المهاجمين يشوفون هذا اللاعب كم هو مؤثر بالفريق ككل بجانب لاعبين آخرين
الاسيست يسمونه، اللي يساعدوه على تسجيل الاهداف. وهذه كرة القدم الفكرة انه المدرب الوحده هو مسؤول عن الخسارة او الخسارتين، او المنتخب خسر بالدورة التدريبية الدورة كأس الخليج وكأس هذه خاطئة. اللاعبين يتحملون المسؤولية كاملة. مدرب إذا يدرب زين يهيئ الفريق زين، يلعب تشكيل زين، يهيئ الفريق بشكل خاص للفريق اللي عنده مباراة الأسبوع القادم، محلل الفريق. والمحللين ما شاء الله الآن أكثر من المدربين وهم عملة جيدة. فالمدرب يجب أن يعطي المسؤوليات للمساعدين لأن هذا حقهم، هم متعاقدين هم. فعندي هنا أنا كومبتيتيف وهنا كومبتيتيف، هنا أنا ما في منافس، هنا في منافس. هنا 5-5 المدرب أسيستنت كوتش نمبر 2، وهنا أسيستنت كوتش نمبر 1، والمدرب بالنص يطالع هنا ويطالع هنا، بعدين يأخذ الفعالية الرئيسية. فيخلصون بعد فترة، هؤلاء يأتون هنا لأن هؤلاء 10 وهؤلاء 10 وهؤلاء يأتون هنا. هذه كلها بعد الإحمار ما بيتواجز علمية عن هذا الموضوع، بعد الإحماء يصير هذا الشغل، إحماء جيد يعني ويفضل بدون كرة. فهنا أنا عندي أربعة دائرة وأربعة مربع، وكل أربعة أتهم جناح، وأنا مدرب مساعد مدرب ألعب الكرة للجناح، الجناح عليه أن يعكسه، الواحد الثنين يهاجمون الكرة يسجلون من الأولى أو من الثانية لا بس خلصوا يتهيئ المربع، هذول يروحون للخلف والمربع يتقدمون. المدرب للمربع الجناح، مربع الجناح رقم 2 هاجم الكرة يلعبها للمربع داخل رقم 1 داخل البوكس. زين خلصوا طلع المربع رجع المربع يتهيئ الدائرة، المدرب للدائرة شوف ذولا رقم 2 الدائرة يكونون هنا، فيكون هنا يعني زوج بعد زوج زوج بعد زوج هنا هو زميلهم. فإذا كان الدائرة أول اثنين الدائرة هو اللي يربح يلعب الكرة، وهكذا مجموعة. هذه أبدا لا تركز على المسافة بين منطقة الجزاء، عبارة عن امتداد قوس الجزاء، حتى ذولا امتداد قوس الجزاء. أنا أريد فني وما بي منافس، فهذا نعطي وقت القليل وهذا كذلك نعطي وقت القليل، لأن أنا أريد أبدل اللاعبين. فهنا يسموه سلو اللعب، سلو يعني لعبوا يرجعون بالهرولة البسيطة، أحتاج إلى وقت يعادل هذا الوقت، لأن أنا أريد هذا الوقت كله بدون سلو، أريد لعب. فمن تطلع كرة أنا أغذي الفريق، من الحارس يصد ينطيها، من يقولون أنا أغذي الفريق عشان ما اللاعب لا يلاحق كرة ولا الحارس يلاحق كرة، ولا عشان نأخذ الوقت الأطول في فعالية تحت الضغط. هذا تصويب بطريقة الكرة العكسية، وهذا تصويب يسموه بطريقة اللعب. أنا كاتب اسمه شوتينج جيم، هذا المدربين كثير يعملوا حتى عندنا وإحنا عاملين من قديم يعني مو جديد هذا، وهاي التمارين جيدة وممتازة وكذا. فيكون التدريب على هذا النموذج، يعني هذا النموذج. ما أريد أقول إنه ننقل الأجنحة هنا ونبدل الأجنحة، يعني المدرب لازم يقول أنا ما أضع الجناح هنا حتى يلعب لي فد 10 كروس، يخلص مرتين أجيبه هنا أرسل واحد من هنا، ثنين خلص فد 4 مرات يجي هنا يروح، يعني أبدل الجناح دائما. فإذا أدى الفريق مجموعة من هذا التمرين تبلغ اللاعبين، تقول المساعد يبلغ اللاعبين يقول لهم كل هدف يسجل لك بالورقة هاي اللي عندي، وصير كومبتيتيف عشان نعلن الفائز. وهنا المساعد كل هدف يسجل لك بالورقة اللي عندي، زين
عشان نعرف من الفائز يبدلون بعد فترة. ثم يأخذ المدرب الفعالية، وأعتقد المدرب ما راح يسوي أكثر من يعني أما لعب أو تكتيك لفترة قصيرة ثم لعب، فيكون تمرين، شوف تمرين جيد وتمرين مناسب للمساعدين اللي هم ملاحظة المساعدين. أنا دائما الملاحظات أضعها في فعالية وأتكلم عنها، فانتبه لهاي المفاصل النفسية والإدارية التي تلعب دور مهم في العمل المشترك للفريق الفني، يسموه تيم وورك. اشعر مساعديك بأنهم هم ضمن التيم، يعني لا أنت هسا في مدرب يجوز يقول أنا وقف بالساحة وأطالع عليهم اثنينهم، لا، هذا ضد التدريب، لأن ذولا بمكان مو تحت بصرك صعب، وذولا بمكان. فإرادة هنا مدربين قريبين على الفعالية، لأن مراقبة الفعالية ضرورية، لأن قد أنت تحدث فيها كوتشنج بوينت. أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية، جمعة مباركة، كونوا مع الله، الله بالتأكيد لا يخلف وعده، الله يكون معه، كل من يكون مع الله الله يكون معك، واللي مع الله إنسان سعيد، لكن الأسعد من كان الله معه ومن صلى على سيدي رسول الله الهادي الأمين في هذه الجمعة المباركة، شفيعنا يوم الدين إن شاء الله. أنا موفق المؤمن، شكرا جزيلا.